بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل اصطفى من خلقه الأنبياء، واصطفى من الأنبياء سيد الرسل نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن الكريم آيات بينات لينقذ الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا لأمته ومذكرا لها بالله سبحانه وتعالى، وأنزل الله على نبيه في آيات التشريع: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر الله والمؤمنين أن يذكروه الذكر الكثير، والذكر الكثير هو ما أخذ أكثر وقت الإنسان. فإذا قدرنا الليل والنهار 24 ساعة، أكثرهم 13 ساعة، النصف 12، أكثر من النصف أكثره 13 ساعة. فكأن المؤمن يطلب منه أن يذكر الله عز وجل أكثر الزمن وأكثر الوقت. والله عز وجل ذكر للذكر أشكالا، بيّن أولو الألباب أهل اللب، فلما نقول في أهل اللب بيخرج معنى أهل القشر. أهل اللب أولو الألباب، أهل العقول والقلوب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالشيوخ رضي الله عنهم منهم من أخذ الذكر القائم وقد عملوا بكتاب الله، ومنهم من أخذ الذكر قاعدا، ومنهم من أخذ بكتاب الله سبحانه وعلى جنوبهم. معنى ذلك أن الإنسان ليس له غير هذه الحالات الثلاث: قائم أو قاعد أو مضطجع. فمعناها على المسلم أن يذكر الله في كل أحيانه، قائما وقاعدا ومضطجعا، أن يقوم بذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن اجتمعنا بفضل الله لنظهر ذكر الله عز وجل للخلق. الله عندما أمر بالذكر أمر بذكر القلب، فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من أغفلنا قلبه، ما من أغفلنا لسانه، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولو سألنا القرآن أين موضع القلب، نسأل القرآن أين موضع القلب، فيقول الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والنبي أشار إليها عندما وضع يده وقال: إنما التقوى هاهنا، إنما التقوى هاهنا. والقلب هو المضغة التي وردت في حديث الرسول المصطفى في الصحاح: إن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ف
فالقلب إذا ذكر الله، ذكر اسم الله، الله في القلب، هذا يعطي الإنسان انطلاقة لدوام مراقبة الله. ذكر الله هو المفتاح الموصل إلى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، في بيتك أو سوقك أو طريقك أو مدرستك أو معملك، وهو معكم أينما كنتم. فالذاكر لله إذا ذكر القلب، الذكر هو المراد منه حضور القلب مع الله في كل الأحيان. وفي مذهب التصوف عند النقشبنديين رضي الله عنهم سارعوا ولازموا حفظ الأنفاس، أن يحفظ النفس أن يخرج أو يدخل إلا على ذكر، فيكون ذاكراً لله في كل أحواله، فلا تجده في لحظة إلا وهو مع الله. لذلك إن نطق فبالله ينطق ولله ينطق وباسم الله ينطق، كل ذلك ليوجه القلوب إلى الله ويدل القلوب على الله. والذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به مع أصحابه، فلو رجعنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بقي في مصلى، بقي في مصلى يغمض العينين وهو جالس إلى طلوع الشمس، والصحابة وراءه كلهم جلوس، لا يتغير ولا يتغير أحد عن مجالسته. وبقي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام في زمان سيدنا أبي بكر كما هو عليه، كل المسلمين يجلسون، أخذوا بحديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. وفي رواية أخرى من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة مقبولتين مقبولتين مقبولتين. فكان الصحابة كلهم يجلسون هذا المجلس، وبقي المجلس في حياة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن استشهد رضي الله عنه. وفي السنين الست الأول من حياة سيدنا عثمان كان الناس يجلسون هذا المجلس إلى أن حصل هناك بعض التشويش في الدولة بسبب بعض أعداء الدعوة والإسلام، فعندها قام الشيوخ إلى البيوت وبقي مجلس الذكر قائما في البيوت، أما في المسجد فتوقف. فنحن الآن بتوفيق الله عز وجل نعيد حالة الصحابة مع رسول الله عز وجل في حالة الذكر، كما هو كل واحد منكم يقوم به مع أحبابه وإخوانه وطلابه، نقوم بهذه الحلقة. هذه الجلسة كيف يبدأ ذكر الله؟ بدء الذكر يبدأ أن يكون متوضئاً مستقبلاً للقبلة، يجلس مغمض العينين حتى يعمل بقول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. العمل بالقرآن الكريم، لأن الشريعة الطريقة كل الطرائق
هي خادمة للشرع. أي طريقة لا تقتدي بالشريعة فهي على خلاف الحق. فالحق أن تكون الطريقة مقيدة بالشريعة. فالذاكر إذن يغمض العينين، وهذا التبتل يعني الانقطاع الكلي عن الدنيا وما فيها. فإذا جلس الإنسان وأغمض عينيه لا يرى في حياته شيئا. واذكر اسم ربك، هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل هو الانقطاع الكلي إلى الله عز وجل. فيجلس الذاكر وهو متوضئ مستقبل القبلة فيستغفر الله عز وجل 25 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه التي تسمى في القرآن التزكية، يعني تطهير النفس. الاستغفار يغفر الذنوب والأوزار. 25 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله أحد 3 مرات. ونهب هذه القراءة إلى روحانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرواح أولياء الله أجمعين. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الطريقة النقشبندي توجد الرابطة. الرابطة كثير من الناس أساء فهمها، ظن أن الرابطة هي عبادة للشيخ. هذا أساء الفهم وأساء العلم. والمفروض عليه أن يأتي إلى أهل المصلحة فيسألهم. الرابطة ما هي؟ الرابطة هي همزة الوصل بينك وبين معلمك، الشيخ الذي يربيك والشيخ الذي يتوجه إليك، فتربط روحك بروحه مقدار دقيقة واحدة. لماذا؟ لأن الأخ عندما يأتي ومحبوبات كثيرة في قلبه، الأهل والولاد والزوجة والمال والشغل والدكان، 50 محبوب عنده. كيف يدخل إلى حضرة الله وهو مع هذه المحبوبات كلها؟ فلا يمكن للقلب أن يجتمع على محبوب واحد وهو مرتبط بأحباب كثيرة. فالشيخ قال له يا ابني ارتبط بروح الشيخ، يعني اجمع محبوباتك كلها في محبوب واحد. فإذا وصلت إلى هذا المحبوب صارت رابطة بروحانية الشيخ، متى اجتمع القلب اترك الشيخ واترك الكل وادخل على حضرة الله. أنت مع الله، أنت مع الله. الشيخ بس حتى يجمع محبوباتك في محبوب واحد. فلما اجتمعت ندخل إلى حضرة الله بالذكر، مغمضين العينين، القلب يتحرك باسم الله 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 الله، فلا يفكر بغيره. ومن جمال الذكر النقشبندي أن الذاكر عند الذكر يحبس النفس حتى يستجمع كل القوى الفكرية والروحية بالتوجه إلى الله. يذكر وهو حابس النفس، فإذا أراد أن يطلق النفس ليأخذ نفس يقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فكل نفس يقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ثم يعود يحبس النفس ذكر الله الله الله، وهكذا يردد الذكر في اليوم نصف ساعة صباحا نصف ساعة مساء، ويبقى القلب طول النهار
ذاكر من غير انقطاع ما دام القلب مرتبط بالله سبحانه وتعالى. على هذا الحال نبدأ اليوم بذكر الله عز وجل. مسابح بأيديكم، المسبحة باليد. أولا يكون الخيط مشدود، خيط المسبحة مشدود حتى لا يتوقف العمل. وعندما نبدأ نغمض العينين يبدأ الله الله بحرك الشاهدة فقط، هذا ذكر النقشبندي، تحريك الشاهدة السبابة فقط بالسبحة الله 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 حتى يضيق النفس فيقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. في هذا الذكر ليس هناك صورخ وليس هناك أصوات وليس هناك حركات وليس هناك يعني أشياء يفعلها الذاكر، لا، قاعد بأدب مع الله تلاحظ أن الله معك، تراقب أن الله معك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث القدسي، يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني، فأنت تجالس الله هيبة وجلالا وعظمة وتعظيما. إذن الذاكر الله الله في القلب وهو في جلال وهيبة وعظمة، فيمكن هذا الذاكر أن يكون معه بعض الحال أن تدمع عينه فيبكي، يذكر عظمة الله يذكر جلال الله ثم بعض الذنوب أو الخطايا فيبكي. فنقول لا مانع لك من هذا البكاء ما دام القلب يذكر اسم الله الله. هذا الذكر الذي يجب أن نعطيه صورة حية للأمم ليعلموا أن ذكر الله عز وجل هو حياة القلب، حياة القلب، ليشعر الإنسان بعظمة الله. وبهذه الحالة الإنسان تتبدل ميوله وأهواؤه وأخلاقه، تتبدل الأخلاق والأهواء والميول، حتى أن الإنسان لو كان يميل إلى خطايا وذنوب بهذا الذكر يحتجب عن كل الذنوب والخطايا ويبقى مع الله سبحانه وتعالى دائما. نذكر الله الآن برها ثم نتمم البحث إن شاء الله عز وجل. وخلينا هيك على ما نحن عليه، مسابحكم بإيدكم من غير حركة ولا شيء، جلسة واحدة حتى نقول الفاتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، أغثنا توكلنا عليك يا رب العالمين، ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد، بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله،
فاتحة شريفة. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولياء الله أجمعين. رابطة شريفة. ذكر شريف.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمع قلوبنا ووفقنا للعبادة الخالصة بين يديك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا دوام ذكرك، ووفقنا لكمال طاعتك، وخذ بيدنا لما فيه رضاك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالفضل والإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا ومن جالسنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختارنا لما أراد لا لما أردنا. الحمد لله الذي أرادنا أن نكون من أهل ذكره، ونسأل الله أن يتمم فضله علينا ونعمته علينا. الذكر لا تظن أنه في جلسة واحدة، ليس الذكر في جلسة، إنما الذكر ما ملأ عليك وجميع أوقاتك، جميع الأوقات أن تكون مع الله. إن دعوت فلله، إن بلغت بالله، بالله ولله وعلى الله وباسم الله، وليس لنا في أعمالنا ذرة واحدة، كل ما نعمله بفضل الله. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وليس لنا من جهد ولا من تعب ولا من بذل استعداد، إنما هو توفيق الله وحده. فإذا عرفتم أن الله عز وجل اختاركم للذكر وأرادكم أن تكونوا ذاكرين، فأروا الله من أنفسكم خيرا، لتكن قلوبكم معلقة بالله، لتكن قلوبكم دائما منكسرة بين يدي الله، مفتقرة إلى الله. فمن أراد أن يملأ الله قلبه بأنواره وتجلياته وعلومه، فليزدد لله تواضعا، وعلى باب الله تذللا، وإلى الله انكسارا، راجيا من الله سبحانه أن يقبله مع عباد الله المقبولين. إذن المؤمن يجب عليه أن يكون في كل حياته ذاكرا لله، ذاكرا، لأن الغفلة بلاء ومصيبة تصيب الإنسان. وقد قال الله تعالى: فويل، فويل يعني هلاك وشقاء، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. صاحب القلب القاسي في ضلال واضح بين، والضلال البين الواضح غفلته عن الله، انشغاله عن الله بغير الله. هذا إنسان غفل عن الله، فلا يرى في حياته كرامة ولا سعادة. سعادة الدنيا أسعد السعادات، أن تتذوق حلاوة محبة الله،
أسعد السعادات أن يشعر قلبك بقرب الله. بيسموه في الطريق أنس، بيسموه في الطريق شهود، بيسموه حضور. المراد أن تستشعر عظمة الله في قلبك، أن يكون الله معك. عند الغضب إذا غضبت فشعرت أن الله معك طفئ الغضب، وعند الطمع إذا ذكرت الله وأعلنت أنه معك عزفت نفسك عن الطمع وزهدت في الدنيا وما فيها. فلذلك المؤمن هو الذي يذكر الله ذكر حضور لا ذكر مرور اسم. ما بس تمسك مسبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الذكر ذكر حضور مع الله، أن يكون قلبك حاضن مع الله وعقلك مستشعر لهيبة الله وعظمة الله. هذا هو الذكر الذي يغذي القلوب ويهدي الأرواح إلى الله جل وعلا. فيا دائما كونوا ذاكرين لله، حاضرين مع الله، شاعرين أن الله معكم، شعور أن الله معك. لذلك الذاكر هو الإنسان الفاضل، الذاكر هو الإنسان ذو الأخلاق الكاملة، الذاكر صاحب النفس الطاهرة، لا شهوة ولا ميل إلى خطايا ولا نقص ولا زلات. نستطيع أن نقول له الإنسان الفاضل الكامل الذي حجب عن النقائص بذكر الله سبحانه. فالمراد من كل الذكر في كل الطرق أن تحب الله، أن تحب الله. فإذا أحببته، انظروا أخواني، إذا أحببت الله أصبحت تمتثل أمره بلذة، تمتثل أمر الله وأنت متلذذ، تتلذذ بتمتيذ الأمر الإلهي. وإذا توجهت إليك خطيئة أو ظهرت لك زلة تستحي من الله أن يراك وأنت على خطأ. فالذكر إذن أعطاك حالتين، حالة الحب بامتثال الأمر لذة، وحالة اجتناب النهي كراهة وحياء من الله أن يراك على خطيئة. هذا الذكر. فإذا أدركت هذا فأنت ذاكر. أسأل الله لي ولكم العناية والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.